أيها الكرام، لست بصدد استرداد التاريخ وسرد الأحوال التي كانت عليها البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم كانوا عباداً للدنيا، سفاكين للدماء، قطاعين للأرحام، لا يعرفون قبيلاً من دبير، حتى انتشلهم الله من براثن الجاهلية وأوحالها. وكان من يعرف الله ويؤمن به ويوحده في تلك المرحلة قليلاً من قليل، لم يكونوا إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وكان عقلاؤهم يناوحهم هم انتشال هذه البشرية الحائرة، يناوحهم هم انتشال هذه البشرية الحائرة. متى يأذن الله تعالى بفتح باب السماء ليشرق على الأرض نور الرب، نور الوحي، لتعود البشرية إلى مراشدها؟ فقد طال شوقها إلى مخلص يأخذ بنواصي الناس وأيديهم نحو سعادة الدنيا والآخرة، يخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكان ممن جسد قوله ولسانه حال الناس في تلك الأيام رجل من عقلائهم وحكمائهم، قس بن ساعد الإيادي. قيل على أنه ممن بقي على الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وكان يبشر الناس بمقدم نبي سيأتي إلى هذه الخليقة يعيد إليها النور ويردها على ما كان عليه إبراهيم وأنبياء الله من المراشد والهدى. لا أذيع سراً إن قلت لكم أن الأصل في هذا اللقاء اليوم يكون برنامجاً متكاملاً يتضمن بعض المقاطع الإنشادية وبعض المشاركات من الإخوة، إلا أن الأقدار سبق سهمها وحصل من الظروف ما دعاهم إلى الاعتذار عن المشاركة. وأستأذنكم في أن بعض الأولاد من أبنائكم ممن حضروا دون أن يحسبوا للمشاركة حساباً، أستأذنكم في أن يشاركوا بما فتح الله عليهم ويسر، لنحيي هذه الفعالية بما يحضر، يعني كما يقال، من بنيات قلوبهم ما كان حاضراً. فيعني أطلب مشاركة بعض الأولاد ليقدموا لنا بعض ما تيسر من الشعر ومن الخطابة نثري به هذا اللقاء. الوضاح هذا ابنكم، الوضاح بن سعود، يحفظ خطبة قص بن ساعدة، ولذلك دعونا نعيش الأجواء. ماذا كان يقول قص بن ساعدة الإيادي للناس في سوق عكاظ اليمن؟ تعال اليمن. كان قص بن ساعدة ينشد الأشعار ويلقي الخطب مبشراً بمبعث نبي في آخر الزمان، فماذا كان يقول للناس؟ أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، وجبال مرساه وأرض مدحاه، إن في السماء لعبرا وإن في الأرض لخبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا، يقسم قس بالله قسما لا إثم فيه، إن بالله دينا هو أرضى لكم وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من الأمر منكرا. يروى أن قسا أنشأ بعد ذلك يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر،
ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي لا ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر.